السلام عليكم. اليوم 13 اكتوبر كنستقبلوا الحاله ديال هذا الوليد مهدي الحرش اللي كان جانا عنده 3 شهور وكان دار مسكين 4 ديال العمليات على مستوى الراس، على مستوى كان عنده امبوس في لودو ديالو وكان عنده مشكل في الرجيلات. دونك اليوم محتاج واحد العمليه على لي هونش ديالو باش يكون عنده تقويم ديال الرجيلات ديالو كما كتشوفوهم باقيين له عوجين. دونك كنتمنى ان شاء الله مره اخرى بفضل الناس المحسنين وفضل السخاء ديالكم انكم تعاونوا هذا الوليد باش ان شاء الله حتى واحده بفرصه ويقدر يتمشى بحال وليدات الجميع. كنشكركم مره اخرى، شكرا.